الله ينصر سيدنا. انا بغيت سيدنا من هاد المربر يشوف فيا ويشوف امي ويشوف هاد الناس ويشوف الاب ديالي اللي كيتحرق اللي كيتحرق اللي كيتحرق نهار على نهار ولا دقيقه على دقيقه. كيقول لك انا ولدي حاس. واش الاب ديالي عمرني ما شفت الاب ديالي كيبكي؟ انت شفتو؟ يعني راه 11 يوم اليوم راه ما يمكنش راه لا يعقل. واخا بنادم يكون معاك كيفاش داير غتحرك في الداخل شي حاجه راه غير بنادم ديز كيشوفك محروق وكيجي الضامن معاك. اما بالك مسؤول مسؤول اللي عنده الكلمه اللي عنده معاك اشنو ما تحركت في حتى حاجه راه يعني راه ما بقاش الاسلام. شنو يعني دابا المسؤولين مرتاحين حتى حنا مش نربعوا ايدينا وتنسناوهم تيموتوا على خاطرهم؟ حنا اللي قتلناهم غنسموا حنا اللي قتلناهم ولكن حنا درنا اكثر من فوق الطاقه ديالنا راه من نهار تني راه فوق من الطاقه ديالنا راه قصبنا مع اشنو يعني راه نمشوا على السوق نمشوا مع اشنو ندير. انا قلت لهم شو عطيني باطن نخرج نقلب على خويا ولا غير دابا شي راه بحر هذاك راه ماشي الزنقه غنمشي نقلب بالدرب بالدرب راه بحر ما يمكنش نمشي نقلب عليه. يعني شنو كينتظروا كيف ما حنا محروقين حتى مره محروقين حتى ما كره ساكن كيقولوا بغينا اللي نقدنا ما كاينش لا انا ولا هاد الناس. هاد الناس راه بقى حيين يجيبوا لنا والو عند داري الواحد. انا راه ما غنيش الامان انا راه غنبقى هنا الله يجعلهم ما يدخلوا يا ربي يضرب. احساس صعيب باقي ولدي حي احساس ساعي كيوقف عليا في المنام كيجي نكشف في المنام كيقول لي نوضي قلبي دروك كيقول لي سيري قلبي وكنعاود هنا نقلب دريبه دريبه هو راه في البحر. ما عليه اخويا حتى شي اخبار اليوم 11 يوم ما عرفنا مش ميتين ولا حيين ولا مضروبين ولا شنو حتى شي دليل ما عليهم. راه شي الناس ديال المارين كيهضروا على حق قال لك راه كانوا ميتين يعني راه غيجينا غير دليل واحد يعني راه غلقوا بيدو ولقوا شتي غير صنداله غير غطايه ديال بيدو غنرتاحوا بان هاد الناس راه وقعت لهم شي حاجه رد شي حاجه ما كاينه يعني راه خاصهم الانقاذ. راه اليوم 11 يوم ما كاينش علامه ديال الغرق ما بين السما والماء يعني شنو كينتظروا كيف ما حنا محروقين حتى مره محروقين حتى ما كره ساكن كيقولوا بغينا اللي نقدنا ما كاينش. لا مارين دارت الخدمه ديالتها نهار الخميس خرجوا لاكوبتير ما مشاوش بعدو لاكوبتير جات فوق منا حنا لاكوبتير جات غير فوق منا حنا حدا لا مارين حدا الديور يعني رجع الناس قالوا بان لاكوبتير ما بعداتش صافي واحد شويه جاو عندنا قالوا راه حبسنا التقلاب يعني راه ما كاينش والباطويات ديال الانقاذ راه ما يمكنش لهم يمشيو لهذيك البلاصه العلو ماشي محروقين. انا الاب ديالي ما بقيناش بينا ندخلوا للدار شنو غادي نقولوا ليه؟ حنا ما كنعسوا ما كناكلوا ما كنشربوا راه واقفين غير بقدره لا اله الا الله راه حنا ما بقيناش الليل بغينا يجي حيت ملي كتظلم الظلمه كنقول لك اخويا كيتخنق حنا في ديورنا شاعلين الضو كنتخرقوا اما بالك هما اللي الظلام ما غيبانش لهم اللي حداهم يعني راه كيفاش؟ راه شتي ديك السيده حدانا نجمعوه نمشيو ندفنوه غنبردوه ولكن تما راه كيفاش غنعرفوهم كي دايرين؟ ثلاثه الارواح يعني راه 11 يوم اليوم راه ما يمكنش راه لا يعقل. واخا بنادم يكون معاك كيفاش داير غتحرك في الداخل شي حاجه راه غير بنادم ديز كيشوفك محروق وكيجي الضامن معاك. اما بالك مسؤول مسؤول اللي عنده الكلمه اللي عنده معاك اشنو ما تحركت في حتى حاجه راه يعني راه ما بقاش الاسلام يعني شنو نديرو حنا؟ اعطونا فلو اعطونا باطو نخرجوا حنا فيه كاع الناس بات الضامن اللي كيقول لنا نمشيو نخرجوا نوريكم دوك الناس فين كيصيدوا كيقول لك لا اعطونا باطو نخرج اقسم بالله حتى نخرج شتي اعطوني باطو نخرج معايا الناس اقسم بالله العلي العظيم تنخرج. حنا راه عائلتنا كامل بحاره انا راه عمامي وخوالي والاب ديالي كامل بحاره ماشي اول مره هما غيخرجوا وقع لهم هذا الشيء بس ما كيقولوا حرقوا خويا ما عمري فرق في يفكر في الحريق خويا خدام خويا بخدمته كيجيبها بعرق كتافه ما غيفكرش في الحريق هو اللي هز دارنا يعني راه باقي صغير راهي راه 28 عام باقي ما شاف ما تشاف باقي ما فرحنا به ما والو. شنو يعني دابا المسؤولين مرتاحين حتى حنا مش نربعوا ايدينا وتنسناوهم تيموتوا على خاطرهم حنا اللي قتلناهم غنسموا حنا اللي قتلناهم ولكن حنا درنا اكثر من فوق الطاقه ديالنا راه من نهار تني راه فوق من الطاقه ديالنا راه قصبنا مع اشنو يعني راه نمشيو على السوق نمشيو مع اشنو ندير. انا قلت لهم شو عطيني باطن نخرج نقلب على خويا ولا غير دابا شي راه بحر هذاك راه ماشي الزنقه غنمشي نقلب بالدرب بالدرب راه بحر ما يمكنش نمشي نقلب عليه. علاش ريان كلشي ضامن مع ريان العالم كامل ضامن مع ريان 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 يا ريان غيتخنق حتى هذوك راه غيتخنقوا واش غير في
غير هما حيت فلسوا ما غيتخلقوش. لا راه حتى هما اليوم 10 ايام هذا الا الا بينا متضامن معنا من هذا المنبر كنطلب سيدنا. انا ما نطلب تحد، انا كنطلب سيدنا، سيدنا فوق كل شيء، الله ينصر سيدنا. انا بغيت سيدنا من هذا المنبر يشوف فيا ويشوف امي ويشوف هاد الناس ويشوف الاب ديالي اللي كيتحرق اللي كيتحرق اللي كيتحرق نهار على نهار ولا دقيقه على دقيقه. كيقول لك انا ولدي حاس، واش الاب ديالي عمرني ما شفت الاب ديالي كيبكي؟ انت شفته؟ عمرني ما شفت الاب ديالي كيبكي؟ بحال مراك انت شفته؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا خويا يتلقى الا ما داش معنا حل، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم. خاصني كيتحكم مشيت عندهم قلنا بغيتي نمشي مسؤول نهضر معاه، ولو غير نشوف هاد الناس من حالهم برك واحد كيضحك كلهم كيضحكوا، حنا كنهضروا وهما كيضحكوا. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعمر زيت ربي يضحك عليهم الايام. انا كنقولها من هنا، انا كنطلب سيدنا يشوف من حالنا، لا انا ولا هاد الناس، هاد الناس راه باقا حيين يجيبوا لنا ولو عرداني الواحد. انا راه ما غنيش الامان، انا راه غنبقى هنا، الله يجعلهم يدخلوا يا ربي يضرك ولا ما داروا معنا حتى شي حاجه. انا غنبقى قاعده هنا احساس ساعي باقي ولدي حي، احساس ساعي كيوقف عليا في المنام، كيجي داك الشيء في المنام كيقول لي نوضي، قلبي دروك كيقول لي سيري، قلبي وكنلعب هنا نقلب دريبه دريبه، هو راه في البحر البحر، وكانت عندي باش نمشي نمشي نقلب على ولدي، ولدي كيقول لي ماما رقديني، قلبي كيقول لي امي جي جي شوف واش ديروا لينا، الناس باقا حيين، الناس باقا حيين، ولاو عرداني الواحد راه نعينا، ما بقاش عندنا ما نقولوا صافي، هاد الهضره سالات ما بقاتش، هاد الناس كيضحكوا علينا هاد المسؤولين، حنا ضحكه، جايين دايرين السلاسل كنسطحوا، حنا جايين عا كنطالبوا بان ولدنا يبان، الله يجعل من سيدي ربي يضحك عليهم الايام، انا كندعاها معاهم، سمعتي؟ انا كندعاها عمر ربي يضحك عليهم الايام، كيضحكوا علينا هنايا، وكنطلب من جلالة الملك، كنطلب من سيدنا من هذا المنبر يوقف معنا ويدير معنا شي حل، وحنا غنبقاو هنا ليلا نهارا. اشترك الان في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.